يا شباب، اليوم عندي لكم فيديو جديد، الفرن السريع. أول حاجة نحط الصندوق هنا، لا هنا، بعدها نحط الهوبر، واحد اثنين. الآن نحط الفرن، بعدها نحط الهوبر هنا، اثنين، واحد اثنين، وهنا كمان هوبر، وهنا صندوق، واحد ثاني هنا، وهنا كمان صندوق، واحد اثنين. الآن نرجع ورا ونحط هذه، لا هذه، بعدها هذه. الآن نحط البلوك هذه، لا تحطونها زي كذا وتدقون هنا 10 مرات، واحد لا. الآن نحط هذه هنا، لا مو زي كذا، كذا. الآن دقون واحدة هنا، والآن تدقون هنا 10 مرات، واحد. هنا 5. الآن نرجع هنا، هنا مثلا جيبون ايرون، كمان فحم عشان يعني يطبخ، ايرون ما هو مطبوخ، ستاك، ونجيب ستاك فحم، وتحطون هنا الايرون، لا ستاكين، ستاكين فحم، الآن تجيبون هنا تحطون الأيرون، وتحطون الساكن هنا، وبعد ما يخلص يطلع صوت يقول هذا يصفر طن، ويطلع لكم هنا هذا الأيرون. وأشكر المتابعين اللي علقوا كارينوس، وهنا ماين بليكس، وهنا شادو، وهذه دايموند لهم. وهذا بيت، البيت الجميل الجديد، وهذه دايما لكم والمتابعين كلكم، ومع السلامة.